ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. روى البخاري ومسلم رحمه الله. عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه انه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تنكر المراه لاربع: لمالها، لحسبها، لجمالها، لدينها. فاسفر بذات الدين. وقال: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر وأحسن للفرج، ومن لم يستطع فبعد سنتي فليس مني. أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: بارك الله لكما وبارك عليكما وجمع بينكما بالخير. وسمى جميسة خاتون بنت محمد رسول صاحب مرحوم بن عوض دولا کی 51,000 روپے سکے راجم وقت علاوہ نان و نفقہ و سکنا کے بوکالت عبدالحفیظ صاحب بشہادت محمد صغیر احمد صاحب و محمد غیاث الدین صاحب مسمى جميسة خاتون کو آپ کے نکاح میں دے رہا ہوں کہ آپ نے قبول کیا. حبیبی جمیسا خاتون جو صاحبزادی ہے محمد نصیر صاحب مرحوم کی اور دین مہر میں جو رقم ہے وہ ہے 251,000 روپے سکے راج الوقت نان و نفقہ و سکنا کے ہے. یہ اسی نکاح کی وکالت فرمارے عبدالحفیظ صاحب، گواہان ہے محمد صغیر احمد صاحب اور محمد غیاث الدین صاحب، بموجودگی تمام حاضرین مجلس میں محمد مصطفیٰ بحیثیت قاضی مسمى جمیسا خاتون کو آپ کے نکاح میں دے رہا ہوں. قبلتها نکاحتها زوجتها بارك الله فيكم. اللهم ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكن من الخاسرين. اللهم ربنا لا تجعلنا فتنه للقوم الظالمين، ونجنا برحمتك من القوم الكافرين. اللهم ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار. اللهم الف بينما كما الف بين ادم وحواء عليه السلام.